حيث ترتبط مهنة الهندسة بطموحات الأمة، كما أن التعليم الهندسي يمثل أحد الدعامات القوية لكل من الدولة والتنمية. ونحن الآن على مشارف المئوية الثالثة، ندعو الله أن يوفقنا لاستكمال مسيرة من سبقونا في الحفاظ على ريادة بيت الهندسة جامعة القاهرة. يطيب لي في بداية كلمتي أن أقدم تحية تقدير وعرفان للسادة الزملاء المهندسين الرواد الذين نحتفل بهم اليوم، متمنيا لهم مستقبلا مشرقا، مشروعات تنمية وتطوير المناطق العشوائية، مشروعات تطوير المجمعات الصناعية المتخصصة. ولا شك أن هذه المشروعات قد أتاحت الآلاف من فرص العمل لكافة التخصصات. واليوم دفعة جديدة تتخرج وتواصل مسيرة الأداء وتبدأ رحلة العطاء وسط أجواء تمتلئ بالثقة والعزة.